يعني هو يوم التراث العالمي بيوجه رسالة زي اللي انت شفتها دي في العديد من المناطق التراثية العالمية. والحقيقة وجد ان احنا نستغل هذا الحدث العالمي بان احنا بنوجه رسالة للعالم من خلال اهرامات الجيزة، ورسالة ايضا لدعم المجتمع المدني وكل الفنانين اللي موجودين في العمل اللي شفناه، انه هذا العمل العائد بتاعه على السوشيال على الديجيتال ميديا هيوجه بالكامل لشراء مستلزمات طبية لدعم المستشفيات في مواجهة ازمة كورونا. شكرا. بالظبط، يوم التراث العالمي العالم كله بيحتفل بكل 18 ابريل. احنا متعودين كل سنه نعمل اكتشافات اثريه ومؤتمرات صحفيه ضخمه، فمش عارفين السنه دي. فاعلن النهارده كشف اثري صغير في منطقه سقاره اونلاين هينتشر دلوقتي على السوشيال ميديا. واضاءنا الاهرامات باللون الازرق تضمنا مع الصحه والطب، ونشكر الاطباء وكل الأطقم الطبية. بننور الهرم بكلمة ابقى في بيتك، ابقى آمنا، وزور مصر لاحقا، دي رسالة برضو سياحية في نفس الوقت. وأضاءنا الهرم بالثلاث شعارات بتوع يوم التراث العالمي بتاع 2020، وهو المشاركة في الثقافات، المشاركة في التراث، والمشاركة في المسؤولية. النهاردة كلنا بنتحد مع بعض لنفس التحدي اللي بيواجه العالم كله. وفي نفس الوقت استضفنا أوبريت، مجموعة من الفنانين العرب والمصريين، كل واحد بيغني من دولته من مكانه، عشان نوري ان احنا متحدين بالرغم من التباعد الاجتماعي اللي احنا بنطالب بيه. ده جانب من تصريحات النهارده.